من أروع الوجبات لمريض السكر الكيتو دايت. نجيب كيلو كفتة وبنوضع الماجي أو الملح بدل الماجي، بنوضع فلفل أسود وبندخلهم الفرن لمدة 15 دقيقة، وهيك بنعمل الصلصة. بنوضع الزيت، بندبل البصلة، بعد ما ندبل البصلة بنوضع رأس ثوم مهروس وبنوضع قليل من الريحان، وهيك بنحرك المكونات مع بعض وبنوضع كيلو من صلصة الطماطم. بنوضع مسحوق مرق الماجي أو الملح بديل عنه، بنوضع ملعقة صغيرة من الأوريجانو، وبنترك الصلصة تتسبك لمدة 10 دقائق تقريبا، وهيك بنطلع الكفتة من الفرن وبنوضع الصلصة وبرجعها على الفرن مدة حسب نوع الفرن، وهيك بنقدمها مع الأرز للناس اللي مش كيتو دايت. لكن للناس الكيتو دايت في عندي خبز للكيتو دايت، أنا أكلتها مع خبز للكيتو دايت، موجود عندي بالقناة تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يصلكم كل جديد. في ناس بتقول إنه البصل مش كيتو دايت، ولكن مسموح في الكيتو دايت نسبة 5% من الكربوهيدرات. مع السلامة.